ما هنكمل اليوم. احنا ناخذ موضوع مهم اللي هو عن صمت النتورك. طلعت الـ functionality، سويت initialization وعدي داتا سيت كاملة، بقى شنو؟ بقى ادربها. اثناء عمل التدريب لازم احتاج في الطريق على مود اشوف البيرفورمانس مالتها. واحده من الاشياء اللي استعملناها كنا نستخدم الدوس فانكشن على مود نوعا ما نشوف البيرفورمانس او نقيس اداء الشبكه شلون حيكون نسبه، يعني اثناء ما تتدرب شلون حيكون هذا. ممكن استخدم الدوس فانكشن، ولكن الدوس فانكشن هي مو فد السلام عليكم. الدوس فانكشن هي مو المترك الافضل لقياس البيرفورمانس، باعتبار ان انا البيرفورمانس اريده يكون الشبكه اريدها تعمم. يعني شنو تعمم؟ تعمم انه فقط مو تشتغل، مو فقط تشتغل جيدا بالتريننج سيت، تعطيها بيانات جديده مثلا فتره قبل تبدي شنو الاداء مالتها يقل. فلذلك راح نركز على انه شلون نقدر نقيس البيرفورمانس او الاداء بالنسبه للشبكه هذه. بالنسبة لي أنا، بالنسبة للسلايدات هستخدمون الأمنست 1D. الأمنست هي يعني الأمنست بدون الوندي. الأمنست واحدة هي داتا سيت كان اللي هي أرقام متكونة من الصور، كل رقم متكون من 28 × 28، أوكي، وكل رقم مثلا 3 أرقام هاند ريتن، ارقام مكتوبه بخط الايد، اوكي. فالتريننج سيت يعني يجي يعطيك مثلا هذه 3 ويعطيك هذا شنو رقمها، هذا رقم 3، يعني تعطيك صوره الثلاثه. فمثلا الصوره الاولى هاي، يعني نجي نغير الخط عشان تكون واضحه بالنسبه لهذا البكسل الاول. هذا الشيء يمثل، هذا مثل لي مثلا بالاوتبوت او بالليبل مالته ورقم 3. هذا الشيء يمثل، هذا ما ادري 4 او 9 بس على اكثر، هو شنو هو 4 بالنسبه لهاي 2 1، هاي 9 5. فهذه هي الامنست داتا سيت مشهوره دائما كانت تستخدم، والتاسك مالته انه شنو؟ انا اريد اميز الداتا سيت، اريد اميز عفوا الرقم اللي موجود هاي. فشي صح ولا هذا؟ هذا هي ريجريشن كلاسيفيكيشن او شنو؟ هذا كلاسيفيكيشن باعتبار انه شنو؟ انا عندي انبوت راح تجيني صوره، تجيني مثلا هاي الصوره تجيني، اوكي؟ تدخل للشبكه، الشبكه حيكون الاوتبوت مالتها شنو؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، 10 كلاسات. هذا يمثل كلاس 0، هذا كلاس 1، هاي 2 3 4 5 6 7 8 9. فالمفروض لما تجي هذه الانبوت 3، المفروض انه هذا حيكون قريب من الواحد، والبقيه ذن شنو؟ قريبه من الصفر، على حسب المعنى انه اللوس فانكشن استخدمته على افرض انه شنو؟ مالتي كلاس كروس انتروبي. عمليه التعامل مع الامنست ماكو مشكله جيده، ولكن كتبسيط انتقلوا من الامنست هذه 2D، هذا باعتبار الانبوت هو شيء مثل 2D، باعتبار هذه مثل بيكسلز مال ايمج فهي 2D، سووها الى شنو؟ الى امنست 1D. الامنست 1D اطور البرزنتيشن، هي عمليه تحويل من 2D الى 1D، اطور البرزنتيشن. فمثلا رقم 1 اعطى هذا التمثيل، عفوا هذا صفر، رقم 1 اعطى هذا التمثيل، رقم 2 بهالشكل، رقم 3 بهالشكل، بس هذا شنو؟ هذا 1D وليس 2D. يعني هذا كانما كيرف جاي، كيرف يجي كيرف، وكانما تايم سيريز، يعني الاول يمشي عادي 1 2 3 4 5 والثاني حيبدا يصعد وينزل، وكانما يعني هذا اذا اريد الرسمه ارسمه بهالشكل. هذا مثل الصفر. الواحد مثلا اذا اريد الرسمه راح يكون شلون؟ يبدي بهالشكل وبعدين بهالشكل مثلا، كلمة تايم سيريز يعني 1D، فقط احتاج اعطي شنو الارتفاع مالتها، هذا مثل الانبوت بالنسبه لي. ولكن هم ما يتعاملون الواحد بهالشكل، وطبعا هنا اكو تمثيل، يعني مثلا الاثنين هي شبيهه بالاثنين، الثلاثه شبيهه بالثلاثه، الاربعه كذلك شبيهه بالاربعه، الخمسه كذلك، اذا تجي تشوفها قريبه بهالشكل، السته ماخذ فقط الجزء من عدم ما مكمل الدائره. فاكو تقارب يعني بالنسبه للامنست 1D بالنسبه للامنست 2D. بس هنا لما تسوون الداتا سيت عن طريق ذني حيسوون شنو؟ حيسوون داتا سيت جديده. الداتا سيت شنو؟ اول شيء يسوي دايليشن او يبدي شيء يسوي عفوا ترانزيشن لهذه. هذه ما ياخذها كما هي، شيء يسوي؟ يزيد الانبوت مالته، يزيد الطول مالته، فمثلا هنا مثلا كان اذا 10 يسوي هنا مثلا 40،
اوكي. وبعدين هذه يظهرها بمكان بشيفت عشوائي، تاخذ شيفت عشوائي ويظهر هذا الجزء موجود. يعني اذا تشوفون هذا الجزء هذا اللي هو هذا الكيرف الظاهر هنا، وين ظهر هذا كلها صفر، وين ظهر؟ ظهر هنا، ظهر بهذا الجزء فقط. نفس الشيء هنا مثلا هذا، اذا تشوفون هذا هنا ظهرت هذه هنا ظهرت. هناك شنو يسوي؟ كان يسوي ترانزيشن عشوائي بالاتجاه، يجي ياخذ البكسل يسوي له دايليشن، وبعدين شو يسوي؟ يدني. وبعد ما يسوي مثلا هاي الثلاثه هنا ظهرت، الاربعه هاي، الخمسه بالشكل تشوفون هنا، هاي السته، هذا عمليه انه عمليه الانتقال هذه راح تتم شنو؟ مو ديترمينستك، عشوائيه بيها، عشوائيه. وهذه مثلا هذه التسعه بهالشكل. ولا شو يسوون؟ ولا يضيفون نويز، يضيفون نويز. اذا تشوفون كانت هنا أنا مثلا صافيه، خط عادي هنا صار شنو؟ صار بيها كانما شنو؟ بيها نويز. وبعدين شو يسوون؟ يسوون لها سامبلينج، تاخذون فقط مجموعه من السامبلز وتظهر عندي الداتا ست الاخيره هذه. هذا شنو؟ الامنس، واحده من الشغلات اللي الامنس 1 دي يوفرها، انه اقدر اوفر داتا ايش قد انا اريد، داتا ايش قد ببالي؟ مليون، اقدر اوفر مليون، باعتبار انه عمليه التوليد الداتا انا شنو؟ هي مثل سيميليشن، هي اجراء انا اسوي دايليشن، اسوي شنو؟ عفوا اسوي ترانزيشن عشوائي، اوكي؟ فهناك مجموعه من الترانسفورمرز طبعا، هو مو بس فقط ترانزيشن، بس هنا بس سووا كانما شيفتنج ونويز وسووا سامبلنج فقط. فوفر لهم. اوكي؟ بالنسبه هنا هاي الداتا سيت اتفقنا عليها، هاي الداتا سيت اللي حنستخدمها على مود نتعلم شلون نقدر نقيس البرفورمانس. الشغله الثانيه النتورك، النتورك بالنسبه لي الانبوت حيكون 40 اللي هو طول السيريز اللي حشتغل بيه هذه. يعني كل واحد من ذني طوله ايش قد؟ كل واحد من ذني هذا طوله 40، مو ايمج دخلت شنو؟ كاركتر طوله 40. والاوتبوت عندي اكيد هنا 10 باعتبار ان انا عندي نمبر اوف ديجيتس، اوكي؟ بالنسبه للفيجرز والكذا المذكوره هنا استخدموا 4000 تريننج اكزامبلز، 4000 تريننج اكزامبلز. يعني كرفلي سبيكينج، بما انه انا عندي 4000 تريننج اكزامبلز وعندي 10 اوتبوتس او 10 كلاسز، تقريبا كل كلاس به حوالي 400 صوره، اوكي؟ النتورك اللي استخدمها عنده تو هيدن لايرز، تو هيدن لايرز، كل هيدن لاير بيها شنو؟ وبعدين استخدم كطريقه اللي هو ستوكاستيك جراديانت ديسنت. الباتش سايز اخذها 100 والليرنينج ريت اخذها 0.1 واشتغل على 6000 ستيب، 6000 ستيب او ايبوك. هسه هنا خلينا نجي نشوف بالنسبه للشبكه اللي شفتها اللي حكيت لكم عليها بالنسبه للداتا سيت، اوكي؟ شلون حيكون الاداء؟ بالنسبه لي هنا انا حجي اشوف الايرور. الايرور هو شيء يمثل الفرق بين يعني كانما المس كلاس، يعني اذا المفروض ان يطلع لي زيرو وطلع لي غير شيء هذا مثل ايرور، اوكي؟ واللوس فانكشن اللي هو المالتي كلاس انتروبي ايش قد قيمتها؟ هذا مثل اللوس فانكشن. نجي نشوف انه بالبدايه بالتريننج ستيبس هذا كل ما اروح منه وكانما ادرب النتورك بشكل اكثر، بدينا الايرور او الايرور كلش عالي. يعني كلما كان يتصرف بعشوائيه الى ان بدا يتدرب الشبكه وصلت لوين؟ وصل ايرور انه قريب الصفر. نفس الشيء باللوس فانكشن بدات تقريبا قريب الثلاثه بدات تنزل الى ان يحتاج وصلت قريب للصفر، اوكي؟ اللي هو هذا شيء زين باعتبار اني الكلاس دا اسويها بشكل مضبوط، ونفس الشيء اللوس دا اسويها هم دا اقلله، جيد. ولكن عادة لما اريد اسوي اقيس برفورمانس استخدم داتا سيت جديده اسميها شنو؟ تيست داتا، اللي هي شنو؟ هاي داتا سيت جديده ما شايفتها النتورك ولا متدرب عليها قبل، انا اقدر اشوف هل جيده هاي النتورك ولا لا. فبنفس الفيجرز اللي موجوده هنا اجيت همتين حسبت الايرور بالنسبه للتيست، الداتا سيت مالت التيست الجديده واللوس الاثنين شبتها. اذا تشوف هنا صح، هنا بالتريننج تشوفون انه
الايرور او الايرور قريب الصفر، ولكن اذا ما نجي هنا الايرور هنا نسقط تقريبا قريب ال 30% و 40%. 40% من الكلاسز يعني صنف ايرور. والشيء اللي ملفت للانتباه انه شنو، انه الايرور اللوس بالنسبه لي صعب التريننج ده تقل، ولكن نجي نشوف انه شنو بالتيست الايرور داجه التيست انه شنو صح قل، وصل هنا تقريبا وصل 1.5 او اخر، ولكن رجع شنو رجع يقابل الايرور. هذا يعني شنو معناه؟ معناها ان الموديل مالتي ما سوى جنرالايزيشن جيد، ما سوى تعميم للتاسك مالته. يعني انا مثلا لما اريد اصمم شبكه تميز عن الميل فيميل، اوكي، وجيت دربت على داتا سيت معينه وعدي داتا سيت ثانيه للتست، للداتا سيت المعينه اللي تدرب عليها هو كلش اداء مضبوط 100% وما عنده مشكله، ولكن كل ما تجي له صوره جديده ما شايفها قبل يبدو كانه كيف او يتخذ قرارات يعني ما مو صحيحه، وكانما ما عمم التاسك مالته، فقط كان جيد المن لتريننج سيت معينه ولكن هو غير جيد الجنرال داتا سيت. فهذا سبب لي مشكله هنا. فبيش حال انا لازم اجي اشوف الايرور اللي يجينا او البرفورمانس من هو اللي ياثر عليه، شنو هي العوامل اللي تاثر عليه، اوكي، وبعدين نجي واحد من ذن العوامل نجي ناخذها ونجي نشوف شلون نقللها وشلون نوازن بيناتها. بالنسبه لي خلينا نرجع نعيف الامنست، نرجع للريجريشن مالت الاكزامبل كان بسيط. يعني انا عندي هذا شوفون هذا الخط الاسود اللي بالنص، هذا مثل الريل داتا، يعني هذا اللي هو البيانات اللي اخذتها من عنده. يعني كل ذن النقاط هي من جايه من هذا، يعني المفروض هذا جيت اخذت هاي النقطه وضفت لها نويز، اخذت هاي النقطه ضفت لها نويز، اخذت هاي النقطه ضفت لها نويز، بهالشكل صار عندي هذا ذن النقاط البرتقاليات هنا التريننج داتا سيت مالتي، ذن يمثل التريننج داتا سيت. بالنسبه لهذا، هذا بما انه عنده اضيف نويز، تشوفون هذا الخط المظلل، هذا وكانما وين اقدر اصعد وين اقدر انزل بالنسبه يمكن الاثنين تو فاريانس، يعني ما عندي فاريانس الفاريانس وكانما صعد اثنين وقل اثنين وحدد لي هاي الريجن اللي دا اشتغل بها. يعني هنا بالنسبه لنا مثلا هاي الداتا هي من ضمن كل الداتا هنا من ضمن شنو؟ من ضمن الفاريانس اللي هو اثنين اثنين سيجما سكوير تو سيجما سكوير. هذا النويز مالتي، هذا النويز هو النويز اللي يضيفه، صحيح؟ النويز بما انه هو اذا تذكرون النويز هو جاوسيان احنا هنا نستخدم، اوكي؟ 2 سيجما سكوير 1 سيجما يعني تقريبا من هنا 2 سيجما تقريبا حيغطي يمكن 97 او 85 ما اتذكر الرقم بالضبط. ال 1 سيجما يمكن يغطي يعني اذا هذا مو بي فيرينس، اوكي؟ اذا مشيت من هنا هذا السيجما ورجعت سيجما سكوير، هذا سيجما سكوير سيجما سكوير هذا الفيرينس، هذه المنطقة راح تغطي تقريبا 70% من المنطقة الكلية والكير. إذا مشيت 2 سيجما يعني جيت لهنا أنا هذه 2 سيجما وراح تنقص 2 سيجما هاي سكوير راح يغطي يمكن 98% من يعني ده يقول إنه شلون ما تاخذ لما يعني تجي تولد بيانات 98% من البيانات اللي حتولدها هي وين؟ واقعه ضمن هذا الرينج. وكانما هذا الفيرينس، فما ياخذون اكثر من 2 فيرينس على مود يحددون الاكيورسي او يشوفون يعني مثلا شلون تغير الداتا راح يكون. بس هذا الانبوت مالتي، اوكي؟ بالنسبه لي ما راح اتعامل ويا 50 او 100 يونت كهيدن، بل شويه كبيره، راح اتعامل ويا توي موديل. التايم موديل متكون من وين هيدن لاير اللي هاي موجوده. هذا الهيدن لاير الانبوت مالتها وهذا الاوتبوت الواي ريجريشن اللي ايش يقول؟ يقول ذني هنا معدل كانما تو لايرز هنا وكانما هذا دبليو 1 والبايس بي 1 سمينا وهذا دبليو 2 والبي 2
متذكرون بهالشكل يعني هنا كويتس خلال هاي اللير وكويتس خلال هاي اللير، وأثناء التدريب لازم أسوي موديفيكيشن ذن الويت وذن الويت على مشانه عم أخذ العقدة مرة. بالنسبة إلى هنا بما أنه هو توي بروبلم ما سوى بهالشكل، إيش قال؟ قال أنا ذن الويت والبايص هنا حثبته بحيث أنا الريجن مالتي مو هاي من صفر للواحد أقسمها ثلاث أقسام تساوي يعني هذا يمثل القسم الأول حيكون شكله بهالشكل كأكتيفيشن، الأج 2 حيكون كأكتيفيشن هنا صفر وبعدين يروح لهنا، والأكتيفيشن الثالثة وكأنما من الصفر للواحد قسمها ثلاث أقسام، قسمها أول شيء صفر ثلث واثنين على ثلاثة على مود يقلل شنو يعني يكون واضح أكثر إنه أقسم الريجن مالتي إلى ثلاث أقسام يكون واضح أكثر السلوك اللي راح يسلك الموديل مالتي. أوكي، وبالنسبة للأوتبوت بالاعتماد على ذني راح يكون احتمال الأوتبوت يكون بهالشكل بهالشكل، يعني شو راح يكون هذا الأوتبوت هنا يعتمد عليه من على W1 و W2 و W3 والبيتا اللي هن البارامترز اللي حغيرها ذني اللي حسويني ترينينج. إذا البارامترز هنا ثابتة بحيث تقسم للشبكة أو تقسم للإنبوت رينج مالتي إلى أقسام تساوي مثلا ثلاث أقسام صفر ثلث اثنين على ثلاثة، عشر أقسام صفر بوينت ون بوينت تو بوينت ثري بوينت فايف، يعني بهالشكل واضح؟ قسمين يعني صفر بوينت فايف يعني قسمها وكأنما الإنبوت هذا راح يقسمه إلى أجزاء متساوية، أجزاء متساوية، هذه اللاير الأولى، اللاير الثانية لا. اللاير الثاني حيتم التلاعب بها على مود شنو؟ على مود تسوي فيتنج للريجريشن مالتي اللي احاول احسبه. بالنسبه للايرور، بالنسبه للايرور نقدر الايرور اللي نتيجه يعني ليش يطلع لي ايرور؟ هناك بعض ليش اللوس فانكشن يعني ليش يطلع لي بالتست او اي وقت؟ ليش يطلع لي هذا الايرور؟ شنو الفرق؟ الفرق بين الشيء اللي اريده حقيقي والشيء اللي بدي احصله؟ عندنا 3 فاكتورز، اول شيء النويز والبايس والفيرنس، احنا نجي واحد واحد من ذلك. النويز هو شنو؟ واضح هو كلمة النويز، النويز اللي هو الضوضاء اللي جايتني نتيجة شنو؟ نتيجة القياس. انا لما دا اقيس القياس مالتي ما مضبوط 100% بايرور معين، فهذا الايرور يترجم على شكل شنو؟ على شكل اخطاء. اوكي؟ او مرات انه بعض اسوي بعض الفيريبلز ما ممكن انه اقراها او اشاهدها، يعني مثلا لما نسوي قياس لمتسعه اوكي او مقاومه، اجي اجيب اوميتر واقيس مقاومه، اجيت قست اول مره طلعت القيمه، اجيت اقيس القيمه قيسها ثاني مره ما حتطلع نفس القيمه، حتطلع لي قريبه من القيمه الاولى. اوكي، ثالث مره كذلك قريبه من القيمه. ليش؟ شنو السبب هذا؟ سبب انه اكو نويز اول شيء، ثاني شيء بعض المتغيرات انا ما اخذتها بنظر الاعتبار اللي هي احتمال تكون متاثر، بس انا ما اقدر اخذ كل المتغيرات الفيزيائيه الموجوده واجي اخذها بنظر الاعتبار باعتبار الموديل اللي حيكون كلش معقد بهيك حاله. فبهيك حاله حسوي تبسيط انه اقول انه بعض المتغيرات اللي ما اخذها بنظر الاعتبار هن حيضيفن نويز، يعني تكون سلوك شنو؟ سلوك نويز. وبالنتيجه هذا السلوك النويز راح ينحسب هذا الفيريبل اللي 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 ما اخذته من الاعتبار راح يكون شنو؟ ينحسب على النويز. احتمال داتا مسليبل هماتين، يعني تجيني داتا بسبب هذا النويز وكذا، وبسبب انه بدل ما تروح لهذا الليبل راحت الليبل ثاني مثلا. فذني هو اسباب النويز. الشيء الجيد انه شنو؟ ان النويز انا ما اقدر اتعامل، ما اقدر اقلله. هذا النويز اتعامل وياه كشنو؟ كايرور. الهدف ابسط شيء او افضل شيء اقدر اوفره انه شنو؟ انه اقدر اخلي السيستم مالتي الايرور مالته هو فقط الناتج عن من؟ عن النويز. هذا افضل شيء اقدر اسويه. نويز موجود، يعني ماكو واحد يقول لك مثلا فد نويز معين اوكي
وتقدر انك تطلع بيانات اذا كانت يعني مثلا المفروض ان ارسلت بيانات معينه بالاتصالات بالنسبه كان النويز ليفل بهالشكل شكو شيء جو هذا الليفل انا ما اقدر اكشفه بغض النظر عن الطريقه اللي حستخدمها ما اقدر اكشفه هذا نويز شكو شيء جوه ما اقدر اكشفه خلص هذا هو اجي شنو يعني خاف يجي واحد يقول مثلا انا سويت فلان شيء كذا هذا ماكو اكو ليميت لل للكلاسيفيكيشن اكو ليميت للايرور هذا الايرور ما النويز ما ممكن انه شنو توصل اقل من عده يعني النويز الايرور اقول لك النويز الايرور النويز هنا يعطيك ايرور مثلا الفيرس مالته 0.1 وتجي تقول انا قللته اقل من 0.1 هذا ماكو ماكو شيء الجوريث رياضيا رياضيا غير يعني نتيجه غير صحيحه النويز اتعامل وياه ما اقدر اقلله ولا اقدر هذا افضل شيء اقدر اوصل له انه اوصل لمستوى النويز الايرور راح يكون هو فقط الايرور نتيجه النويز هذا افضل شيء اقدر اوصل له ما ممكن وراها يكون تحسين عدل ما تقلل التأثير حتى تأثيره ما تقلل شلون تقلل تأثيره النويز نويز ما يتقلل تأثيره يعني شلون ممكن انه اي نفس الشيء شلون تقلل تأثيره اي الثيرمال نويز اللي هو جاوسيوم اي تقلل تأثيره شلون تقلل تأثير النويز يعني مثلا اكو نظريه سحره كرايمر راو لاور باوند هذا يقول اي شيء لما اسوي له استيميشن مثلا احنا ايش نسوي مثلا احنا بالمثال بال 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 بالامتحان لما جبتكم سؤال كنا نريد نسوي استيميشن اللمدة اوكي اريد نطلع لمدة اريد الشبكه تسوي لي لمدة هذا اللمدة هو شنو هذا استيميشن تقدير انا اريد ايش اسوي انا ده اسوي شنو دا اسوي تقدير لهذا يعني من الداتا موجوده ما موجوده بعدي اسوي له تقدير اكو نظريه صح الكريمر راو لاور باوند اللي وش تقول تقول اقل هناك حد للاستيميشن ايرور اللي ممكن احدده يعني هناك لاور باوند هو من اسمه لاور باوند لاور باوند بالايرور اللي اقدر اشتغل عليه هذا لاور باوند ما ممكن اتجاوزه انا يعني اسوي استيميشن ما ممكن اتجاوز هذا لاور باوند اوكي يعني مثلا سيجنال تو نويز ريشيو وهذا من الطرق اللي هذا يضيفون بعض معلومات ثانيه هو ما يضيفون معلومات ثانيه يعني هو مبدئيا اضافوا باور صارت السيجنال لها باور اعلى من هذا فيعني ممكن اكو ليمت حتى اليورال نتورك اكو ليمت ما ممكن شنو نزل جوا هذا النويز النويز يتعامل وياه كما هو النويز هو فشي ما ممكن نتغلب عليه افضل شيء نقدر نسويه انه نسوي الاداء مالتنا فقط النويز هو المسبب الوحيد احنا هنا عندنا 3 فاكتورز نويز والبايس والبيرنس ممكن انه ولو هي يعني احتمال او ما اعرف ما عندي جواب لها ممكن انه يعني نفرض انه قدرت الغي ذني التاثير النويز ما اقدر الغي التاثير النويز موجود فهذا النويز اللي هو نتيجة البيانات اللي اجتني البايس هو شنو البايس البايس يعتمد عليه من على الكومبلكسيتي مال السيستم يعني كل ما السيستم ما تكون معقد اكثر ممكن انه شنو يقرب دوال معقد اكثر فمثلا اذا كان عندي 3 لاير او 3 هيدن يونتس بالانبوت واذا تذكروا احنا قلنا من 3 حنقسم الريجن مالتنا اللاير الاولى تقسمها الى 3 اقسام هذا القسم الاول وهذا الثاني اوكي فافضل شيء حيكون هذا الكيرف هو حيكون هو افضل تقريب بالمناسبه هذا اقدر احسبه بدون تريننج يعني هذا لان هي ليست سكوير بروبلم يعني استخدمت اللوس هنا أنا ما ادري قلتها ولا لو بعدين احتمال يقولها اللوس اللي نقدر نستخدمها هي الليست سكوير او اللوس يصحوا لها اللي هي مين سكوير ايرور مين سكوير ايرور اللي هو هذا ابو التربيع ابو التربيع مثل ما متفقين عليه ممكن انه شنو نحسبه بدون تريننج يعني نشتاق نساوي بالصفر هتطلع معادلات احلى معادلات لينير تنتهي لنا فالبايس يعتمد عليه من
على الكومبلكسيتي مال السيستمات، كل ما يكون كومبلكس اكثر، يعني هذا اذا زيدت مثلا اكثر اقدر يكون شنو، يكون ادق اكثر بتمثيل هذا الكيرف. صحيح. واخر شيء الفيرينس اللي هو جاي شنو، انا مدى استخدم ستوكاستيك جراديانت ديسنت، ستوكاستيك جراديانت ديسنت شو يسوي؟ راح ياخذ داتا سيت ويبدي شنو، جزء من داتا سيت ويبدي يدرب عليها. فهنا الفيرينس هو بالاعتماد على من حيكون يختلف، بالاعتماد على من، على الداتا سيت اللي استخدمتها او عدد الداتا سيت اللي استخدمتها. كل ما تكون يعني كل ما غير الداتا سيت راح اخذ شنو، يجيني داله جديده. صح مو صحيح؟ بتغير الداتا سيت يعني حيتغير عندنا النقاط والتقريب مالتي راح يختلف. اوكي، فهذا اللي حيجي نتيجه الفيرينس. اوكي، فخلنا نجي نشوف هذا. يعني هنا انا قال اذا كان عندي البروبلم اللي اخذته استخدم الليست سكوير، ممكن انه الايرور الناتج اللي هو هذا الاكسبكتيشن نسبه للداتا سيت، الاكسبكتيشن بالنسبه للنويز راح يقلنا ثلاث بارامترز. بالنسبه للليست سكوير هنا حيكون التاثير هو اديتيف، يعني جمع بيناتهم، الاول تاثير الاول زائد تاثير الثاني زائد تاثير الثالث. ولكن هذا غير حقيقي بالنسبه اذا كان اللوس فانكشن اختلفت او اذا كان السيستم معقد بشكل اكثر. هنا باعتبار انا عندي الليست سكوير صارت هاي الحاله، ولكن اذا استخدمت كروس انتروبي مثلا لا، ما احتمال ما يكون اديتيف، مو يكون التاثير الاول زائد التاثير الثاني زائد التاثير الثالث. ولكن هنا بالريجريشن باللي سكوير راح يكون هذا التاثير الاول. التاثير الاول اللي هو هذا نتيجه الفيرينس اللي هو مين جاي، هذا الاف ميو اوف اكس، هذا يكون هو افضل سيستم، افضل بريدكشن اقدر استخدمه، اكثر بريدكتر، اللي هو كانما عندي ما لا نهايه من البيانات، عندي ما لا نهايه من البيانات وحصل هذا السيستم، وهذا السيستم اللي انا حصلته نتيجه شنو؟ نتيجه ال التريننج سيت اللي استخدمته، نتيجه تريننج سيت نقاط، نقاط يعني هنا عندي عدد محدود من النقاط وهنا عدد ما لا نهايه من النقاط، الفرق بيناتهم هذا شنو تاثيره؟ تاثير البايس. البايس كذلك، البايس هذه مثل الترو فانكشن، الفانكشن الحقيقيه اللي دا اشتغل عليها، والالف اللي هو الفانكشن اللي اني اللي افضل فانكشن ممكن احصلها، افضل فانكشن ممكن احصلها. الفرق بيناتهم راح يكون شنو؟ البايس وهذا النويز، النويز ما نقدر نتخلص من تاثيره، هو هناك موجود. يعني افضل شيء اقدر اسويه اذا قدرت اسوي هذا صفر وهذا صفر، السيجما سكوير اللي هو الفيرينس مال نويز ما اقدر اسوي صفر، باعتبار هي اصلا جايه من الديتا، انا ما عندي تحكم بها. نجي اول شيء خلينا نشوف النويز، قلنا ما لنا علاقه به، نجي للفيرينس. الفيرينس هي مثل ما قلنا جاي منين؟ انا ما استخدم ستوكاستيك جراديانت ديسنت، يعني اخذ داتا سيت معينه وادرب عليها. فمثلا اذا اختاريت 6 سامبلز للتمرين، اوكي؟ خلينا نجي هنا نكبر، عندي 6 سامبلز، هذين السامبلز اللي استخدمت 4 5 6 حسب هذا اللي موجود عندي، افضل شيء حيكون هذا، افضل كيرف هو هذا. اوكي، هسه الان اذا اخترت سامبلز جديده شو يصير؟ هذا هو افضل كيرف، شوف انه هو مو نفس الكيرف اللي موجود بالفيجر اللي اعلاه، صحيح؟ يختلف اختلاف جذري. ونفس الشيء هنا هذا هم شكل جديد. اوكي، هنا بالكتاب شو نسوي؟ او بالسلايدات نسوي هاي العمليه ملايين المرات او الاف المرات. اوكي، وبالنتيجه ايش راح يظهر له؟ راح يظهر له مجموعه من ذن الكيرفات، مجموعه من الكيرفات. ذن السوان جمعهم كلهم، جمعهم كلهم ايش ظهر عنده؟ قال الكيرفات تقريبا بهالشكل راح يكونوا محصورات خلال هاي الفتره. هنا راح يكون تقريبا، يعني اذا تشوفون اي واحد من ذني هو خلال هذا الكيرف، اذا تجي تسقطه هنا تلقيه خلال الفتره اللي هذه اللي الرماديه. اوكي؟ هذا اذا كان 6 سامبلز، هذا احنا جاي ندرس تاثير الفيرينس، قلنا الفيرينس هو شنو؟ بالاعتماد على الداتا سيت. زين اذا زيدنا هنا زيدنا 10 سامبلز،
احتال 10. نشوف هنا أنا صح وهنا صار يعني مثلا نشوف الأول هذا ويا الثاني شبيه، صار اكو اختلاف، ولكن الاختلاف شبيه قل بيناتهم قل. واللي وهذا وين ظهر؟ ظهر انه لما نفذ مجموعه البيانات هذا، شوف انه هنا مثلا كان من هنا لهنا الفرق بالنسبه لهي النقطه، هنا شنو قلت؟ بدا يقل، بدا يقل، وكل ما ازيد هنا اخذ 100 سامبل صار تقريبا هنا. اذا تجون تشوفون اكو منطقه مظلله ولكن ايش بيها؟ كلش صغيره. تشوفون هاي المنطقه مظلله هذه واضحه، هاي المنطقه الرماديه هذا مثل الفيرنس. وتشوف هنا أنا تقريبا اذا تجي تشوف هذا وهذا وهذا تقريبا الشافات نفس الحاله، صحيح؟ فنقدر نستنتج في الشيء انه الفيرنس اقدر اقلله. شلون؟ انه استخدم داتا سامبل، كل ما زيد الفيرنس بي راح يبدي يقل، كل ما زيد الداتا سامبل مالتي الفيرنس صحيح يقل. بس خلينا نجي نشوف البايس. اوكي، قلنا البايس هو يعتمد على من؟ على الكومبلكسيتي مال سيستم، كل ما زيد النمبر اوف لايرز مثلا او الكومبلكسيتي مال سيستم البايس راح يقل. اوكي، يعني بالنسبه اذا كان عندي 3 ريجنز راح يكون هذا الشكل مالتي، والبايس راح يكون قريب يعني ما الفرق بيناتهم. يعني اذا اسوي 5 ريجنز نشوف انه شنو صار ادق. الان وصلتين ريجنز ايش بيها؟ تقريبا 100% صار. فانا يعني اقدر اقلل البايس انه ازيد الكومبلكسيتي مال السيستم، ازيد بدي ازيد الكومبلكسيتي مال السيستم الى انا وصل للشيء اللي اريده. ولكن زياده الكومبلكسيتي ايش اثر لي على الفيرينس؟ يعني مثلا اذا نجي نشوف هذا بالنسبه لهذا ل 3 ريجنز، اوكي هذا 3 ريجنز صح، هو هذا البايس كان يعني مقبول، ولكن نشوف انه الفيرينس هم كان مقبول، يعني كان بيه مقبول. هذا لما زيدت الريجن البايس صار اقل، قل البايس، ولكن هذا اجى على حساب فشي معين اللي هو شنو؟ زاد الفيرينس. وكل ما زيد البايس الفيرينس بي راح يبدا يزيد. فهناك وكانما صار عندي تريد اوف، خلل هذا يزيد، خلل هذا يزيد. منين جاي هذا التريد اوف؟ منين جاي؟ ليش الفيرينس دا يزيد؟ بسبب ما يسمى بال شنو؟ اوفر فيتنج. الاوفر فيتنج يعني مثلا لما يكون عندي سامبل معينه اوكي وزيدت التعقيد، يعني مثلا ان نجي هذا ذن هذا مثلا السيت الاولى او المجموعه الاولى، هذا هنا دا غير انا هنا الفيرينس، عفوا هنا 3 ريجنز فقط ثلاثه اوكي 3 ريجنز، اذا تجون نقسم هو 3 ريجنز هذا يعني نمبر اوف لايرز از جود ثلاثه اللي هي مثل الحاله الاولى اللي هو هذا مثل الحاله الاولى 3 ريجنز. وتجي نشوف هنا كل ما غير الداتا سيت مالتي ما حيكون هناك تغير كبير، صحيح؟ ما حيكون هناك تغير كبير بالفيتنج. ولكن اذا زيدت الريجن، اذا زيدتها بشكل كبير كلش ايش حيصير؟ بدي تشوفون هنا حتى هاي النقطة اللي هي شنو؟ اللي هي المفروض تكون هي جاية هنا بسبب نويز عالي هنا، صحيح؟ ايش سوى لها؟ راح اخذها بنظر الاعتبار، راح اخذها بنظر الاعتبار، وكانما كل ما زاد التعقيد كانما دا يلغي تاثير النويز ويجي شنو؟ يحاول يقلل النويز ويعتبر انه ماكو نويز. يعني هنا اذا كل ما ازيد التعقيد هنا ايش راح يصير؟ هذا يمكن اصور 10 هذا اي 10 ريجنز هنا 10 ريجنز. نشوف بالنسبه لل 10 ريجنز الكيرف اللي حصلته اللي هو يمثل هنا هذا اللون الازرق على اخضر، اوكي نشوف هذا الكيرف اللي حصلته هنا يختلف عن الكيرف اللي حصلته هنا، ويختلف عن من؟ عن الكيرف اللي حصلته هنا، خصوصا انه شنو؟ اذا تشوفون هذه الخروجات اللي هي نتيجه شنو؟ نتيجه النويز، حتى الخروجات نتيجه نويز يحاول شنو؟ راح يحاول ياخذ نظر الاعتبار ويقربه، وبهيج حاله راح يكون هذا شيء زي الاعتماديه على الداتا سيت، صحيح؟
وبمعنى زيد الاعتمادي على الدنسيتي معناها زيد الفيرينس. فلذلك هناك علاقة بين البايس والفيرينس، هناك علاقة بين البايس والفيرينس. هنا أنا هذا الشكل مالتكم، الشكل اللي أمامكم هنا الايرور أو اللوس فاكشن مالتي ويعمل والكاباسيتي، يجي يحسبها ويجي يحسب البايس والفيرينس ويجي يشوف يقارن بيناتهم. بالنسبة للبايس الايرور راح يبدي عالي، وكل ما زيد شنو تشوفون هنا زيدت تقريبا هنا 3 لايرز او واحد، هنا 2 هاي 3 بدا، هنا كل ما زيد الكومبلكسيتي شو يصير الايرور كلش اقل كلش اقل. ولكن الفيرينس يجي نشوف لما يكون هذا كل ما زيد ايش بيه دا يبدي يزداد. وبما انه حاصل جمع بيناتهم اذا تذكرون كان هنا العلاقه بيناتهم اديتيف، علاقه هذه زائد هذا، فهذا الكيرف اذا اجمعهم واحد ويا الثاني راح يظل هذا الكيرف اللي هو هذا يسميه البايس زائد الفيرينس. يعني هنا اذا اجي اخذ تريد اوف بين البايس والفيرينس ايش قد الكاباسيتي افضل شيء؟ خلينا نحذف ثاني، من يعرف ايش وقت يكون هو افضل؟ يعني هذا واحد هذا اثنين اوكي، هذا من النمبر اوف ريجنز، هذا من الكاباسيتي يعني النمبر اوف ريجنز اللي حقسم عليه، يا هو افضل موديل بالضبط أربعة مثل. ليش؟ لان الفايس زاد الفيريس يعني مثل شنو اقل ما يمكن، اقل ما يمكن هو افضل تريد اوف بين الاثنين. اذا انتقل اذا اخذ خمسة او انتقل بهالشكل دي يقل البايس بس شنو الفيرينس دي يزيد، واذا اروح بالاتجاه العكس البايس دي يزيد والفيرينس دي يقل. فانا اذا اريد اخذ تريد اوف بيناتهم احرسم كير واخذ المينيمم اقل نقطه اللي هي تمثل افضل تريد اوف بين الاثنين، يعني يمثل شنو هذا؟ هذا اقل ايرور ممكن احصله بين الاثنين اوكي. هسه خلينا نرجع للامنست للشبكه الاصليه، احنا مثل ما قلنا هذا تو اكزامبل تشان كانت عندنا شبكه صغيره ريجريشن، خلينا نرجع للاصليه هذه اوكي. نجي هنا اما ثاني حزيد الهيدن لاير سايز اوكي، واجي اشوف الايرور اللي هو هذا الشيء يمثل تقريبا نفس هذا الكير نفس هذا الكير اللي هو الايرور ويعمل والكاباسيتي مال الموديل او الهيدن لاير. نشوف سلوك معين انه هو شنو الايرور مال التيست عالي مقارنه ويامن ويا الايرور مال الترين. يعني هنا تقريبا هاي النقطه هي تمثل لما يكون نمبر اوف هيدن يونتس اوكي او الهيدن لاير سايز تكون مساويه للداتا بوينت. انا ايش قد اخذنا أربعة آلاف وأربعمية بالضبط، هنا يعني تقريبا حيطلع أربعمية. فنشوف هنا خلنا نجي كل ما يزيد نشوف شو حيصير هنا شو حيصير. هذا الايرور كذلك هذا هنا أضاف هنا ماكو نويز هنا أضاف 15% نويز أوكي. نشوف بالنويز الأمور أسوأ خصوصا انه بالتيست اذا نجي نشوف صارت عندنا حاله غريبه بالتيست اللي هي شنو بالتريننج ما عندي مشكله، بدل ما كان يوصل صفر هنا بسبب النويز بدا شنو يتاخر اكثر يحتاج لايرز اكثر يلا يوصل للصفر اوكي مفهوم هذا بسبب النويز. ولكن ظهرت عندنا حاله معينه اللي هي شنو اللي هي هنا بالتيست خصوصا بالتيست ايرور التيست بدا يقل بعدين صارت هنا عندنا زياده هنا وبعدين صار بي رجع مرة ثانية يقل. طبعا هذا السلوك يعني شوي غريب يعني ليش زاد وبعدين قل؟ طبعا ما له تفسير 100%. ولكن إذا نجي نشوف هنا number of hidden units أو الكاباسيتي مال السيستم هو نفس عدد الداتا سيت مال بوينت، فهنا وكأنما صار هنا عندنا هاي المنطقة هي صار بها الأوفر فيتنج. فبالنتيجة بما انه اوفر فيتنج راح يجي ياخذ النويز بنظر الاعتبار، يعني شكو شيء نويزي يجي ياخذها ويسوي الايرور مالتها قريب من الصفر، وبالنتيجة
احنا كل ما عم نمثل النويز احنا نبتعد عن التعليم او الجنراليزيشن. فتقريبا المنطقه تقسمت عندنا ثلاث اقسام، اللي هي المنطقه الاولى اللي يصحوا لها الكلاسيكال او اندر باراميترايز ماذا تجاه دوريجين، او النظام اللي يكون عندنا نمبر اوف باراميترز اقل بهواي من النمبر اوف داتا بوينتس اللي عندي، وهاي النقطة بالوسط اللي هي أسوأ نقطة ممكن انك تشتغل بها، باعتبار انه ياخذ النويز ويسوي له موديلينج، النظر ياخذ النظر الاعتبار اللي يوصل حول الكريتيكال ريجيم. والمنطقة الأخيرة اللي هي من يكون عند النمبر اوف باراميترز كلش عالي، اللي هو يوصل حول اوفر باراميترايزد ريجيم. اوكي هنا أنا اخذها مرتين سكويرد ايرور، هم عطينا نفس الشيء، هاي المنطقة تنشوف إن أنا نفس السلوك هنا صار عندي إيرور معينة. هذا الأمنست الحقيقية بالمناسبة، مو الأمنست وندي، هذا الكيرف مال الأمنست الحقيقية، نشوف إن أنا هم صارت صعود وبعدين نزل. ونفس الشيء في حالة السيفار، هم عطينا في الداتا ست معينة، هم عطينا صار عندنا صعود. أسوأ ما يكون عندما يكون من نمبر أوف ترينينج يساوي الكاباسيتي مال السيستم. وطبعا مثل ما قلنا هذا السلوك الصعود والنزول ما نعرف، هذا السلوك الأزل أكثر شيء الغموض اللي هو يمن يكون نمبر أوف باراميترز كلش عالي مقارنة بالداتا سيت مالتنا، ليش التست إيرور يقل؟ هم عطينا يعني سؤال يعني ما ممكن الإجابة عليه، ما 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 موجودة إجابة ب 100%. ولكن وكأنما واحدة من التفسيرات انه اذا بديت مثلا داتا سيت بهالشكل، هذا الانبوت مالت اذا الداتا سيت اللي حجي اشتغل بها، كم نقطه عندي يعني هنا؟ اذا نجي نشوفها 1 2 3 4 5 6، اذا جيت هذه دربتها على لاير 6 يونت اللي هو نمبر اوف داتا سيت مساوي لمن للكومبلكسيتي مال سيستم، راح يصير هذا نشوفون كل سيء، أسوأ ما يكون. اوكي ولكن الشيء الغريب انه كل ما زيد عدد الهيدن نودز كل ما نوعا ما يظهر تحسن، الى ان اوصل انه اذا كان عندي 50 هيدن يونت، مع العلم انا ايش قاعد عندي كم داتا ست، عندي 6، ف 50 هيدن يونت نشوف انه شنو، انه جيد، صار جيد، صار سموث اكثر. طبعا هذا مو سموث، هذا الكيرف مو كلش سموث لان صعود ونزول بي، يعني صعود حاد ونزول حاد بي. نفس الشيء هذا بس بدا يقل، وكانما هناك الشبكه تحاول ان شنس كل ما زيد عدد الهيدن يونز او كل ما زيد الكاباسيتي تدي، وكانما تريد تسوي الاوتبوت ما تسموث. السبب ليش ما ندري، يعني ما اعرف يعني بالضبط، حتى هو ما بالكتاب ما مسوي فالتفسير معين. التفسير اللي هو يقول انه اكو اذا كان عند الداتا سيت بوينتس 6، نفس المثال نفس الفيجرات الموجوده عندي. اوكي اللوس اقدر اسوي صفر، شلون هذا الفيجر، شوفوا هذا الفيجر، هذا اللوس ايش قد مالته؟ صفر، باعتبار انه الكيرف مار 100% بالنقاط مالته، صحيح؟ فالسكوير ايرور مالته صفر، هذا هم مالته شنو؟ هذا من اللوس مالته صفر، صحيح؟ يعني شوفون ذن النقاط 100% وقعت على الكيرف، ولكن هنا اكو خربطه، بس هاي الخربطه ما موجوده كداتا بوينت فما اقدر احسسها. وكذلك نفس الشيء يقول لك حسب ما التندسي مال الموديل انه حيختار السوليوشن اللي هو شنو يعطيني سموث سوليوشن، كل ما زيد شنو النمبر اوف هيدن يونتس اللي هنا 50 الصور، مو اي 50 هيدن يونتس موجود عندنا 50 هيدن يونتس. الكيرس اوف دايمنشنال تيما راح ناخذها. اوكي فهسه احنا نجي درسنا ذنيتش البيرفورمانس، يعني نجي نشوف شلون نقدر نقيس البيرفورمانس، صحيح؟ شلون نقدر اشوفه؟ طبعا اكو بعض الاشياء يسحون الهايبر باراميترز، اكو نوعين من الهايبر باراميترز انا نسيت اذكرها لكم، عندي نوعين، النوع الاول اللي هو له علاقه بالستركشر مال
مال الشبكة مالتنا النورال نتورك. مش قد الهيدن يونتس كم لاير استخدم ذني كلهن هذني هايبر باراميترز إلين علاقة. طبعا ذني هايبر باراميترز ذني هايبر باراميترز إلين علاقة بالستركتشر مثل ما قلنا. إيش قد الباتش سايز؟ باتش سايز مثلا كل تريننج إيش قد آخذ؟ آخذ ستة تريننج بوينتس 20. لأن كل هايبر باراميترز لازم شنو؟ يعني شنو هايبر باراميترز؟ يعني باراميترز لازم أحددها قبل ما أبدأ عملية التمرين. وهذا هايبر باراميترز صعود. فذن كل لازم أحددها. مثلا هنا أنا الباتش سايز أو النمبر أوف هيدن يونتس. وحتى هيدن يونتس إن إيش لاير صحيح؟ لكل لاير احتمال تختلف الهيدن يونتس نمبر أوف لايرز مثلا. ذن كل هايبر باراميترز وطبعا ذن كل يأثر صحيح؟ الباتش سايز على من يأثر؟ يأثر على الفيرينس وهذن نمبر أوف هيدن يونتس ونمبر يأثر على من؟ على البايس. أكو هايبر باراميترز ثانية اللي هي مثلا ليرنينج ريت او الطريقه اللي استخدمها مثلا ستوكاستيك جراديانت ديسنت مثلا او ادر يا طريقه التمرين همتنا ممكن ياثر. اوكي فافضل طريقه انه نجي نفحص هذا الخليط واجي اشوف افحص البرفورمانس مالته اللي هو شيء صح ولا باستخدام الفاليديشن سيت. يعني انا عندي شبكه احتمال تكون معقده واذا ادربها على فد مليون صوره او مليونين صوره او مليونين داتا سامبل كلش عاليه والتمرين مالتي التريننج يعني ياخذ لنا مثلا يومين او اسبوع. مو من المعقول انه انتظر اسبوع كامل واجي بعدين شو اسوي؟ ادخل التيست داتا سيت واجي اشوف البرفورمانس مالتي مو زين. فالطريقه على مود اختصر هذا الشيء او 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 افحص هذا الشيء اثناء بدون الاكمال عمليه التمرين اللي هو باستخدام الفاليديشن سيت. اللي هو شنو الطريقه؟ الطريقه انه شنو؟ انا معدي تريننج سيت كامله او الداتا سيت مالتي اقسمها ثلاث اقسام. الجزء الاكبر يروح تريننج والباقي اقسمه قسمين، واحده فاليديشن واحده تيست. الفاليديشن والتيست هم المفصلات واحده ما لها علاقه بالثانيه. الفاليديشن ليش وقت استخدمه؟ استخدمه اثناء عمليه التمرين. يعني شلون؟ اثناء ما امرن مرت الايبوك الاولى، الايبوك الثانيه سويت شنو؟ فاليديشن. بعدين اجي امرن مره ثانيه، الايبوك الثالثه الرابعه الخامسه واسوي فاليديشن بهالشكل. يعني كل فتره اسوي شنو؟ فاليديشن. الفاليديشن هي مثل ما قلنا هي داتا سيت الشبكه ما مدربه عليها. الشبكه فقط تستخدم شنو؟ التريننج داتا سيت على ما تتدرب. فالفاليديشن يعطيني انطباع انه هل صار اوفر فيتنج او لا. اوكي يحتاج ازيد مثلا او صار اندر فيتنج يحتاج انه شنو ازيد الشبكه ازيد الحجم الشبكه لو لا. كل ذني اقدر استنتجه من الفاليديشن تيست اثناء التمرين بدل ما انتظر ورا فتره واجي اشوف انه اتفاجئ انه ما يصير. كذلك حتى الفاليديشن سيت ممكن ان يساهم في تغيير الباراميترز. يعني مثلا الليرنينج ريت، الليرنينج ريت هم مهم. مرات الليرنينج ريت بالفاليديشن ما يجي زين فاحتمال شنو اقلله او ازيد على حسب يعني على مدى اقلل الايرور او احسن من الاداء. فلذلك هسه كملخص عندنا الايرور جاي من ثلاث مناطق من ثلاث اسباب. الاول اللي هو النويز اللي هو ما اقدر كلش اسوي اتعامل وياه كما هو. ثاني شيء الفيرينس اللي هو جاي نتيجه اختيار الداتا بوينتس اللي امرن عليها. وثالث واحد اللي هو شنو؟ البايس اللي هو جاي من الستركشر مال الشبكه. اوكي صار عندنا شنو تريد اوف بين تو فاكتورز اللي هو الفيرينس والبايس. زيد الفيرينس يزيد الفيرينس قل البايس، زيد البايس قل الفيرينس. فلذلك لازم اختار منطقه وسطيه. ومثل ما قلنا عمليه اختيار منطقه وسطيه هي ماكو قوانين تحكمها، هي عمليه تجربه
عملية تجربة. فلذلك واحد يعمل يصمم نيورال نتورك لا يتوقع انه يصممها اول مرة تشتغل. لازم حيشين حيحاول انه شنو، لان الداتا سيت غالبا تكون معقدة انه يقدر يكشف التعقيد اللي موجود بها. فلذلك يحتاج يجرب اكثر من شبكة على مود يقدر يوصل الشبكة الافضل بالاداء. وطبعا مثل ما قلنا استخدم الفاليديشن سيت على مود شنو افحص اداء النتورك قبل ما تكمل. اثناء هي ما تتمرن اقدر افحص اداء النتورك واجي اشوف هل هناك مثلا اوفر فيتنج اندر فيتنج. اوكي يعني انا اذا كان بالتريننج لوس كلش قليل والفاليديشن لوس عالي اقدر اقول شنو اكو مشكله ماكو جنراليزيشن هذا صار اوفر فيتنج. ابدا اقرر الشبكه بدي يعني ابدا اتحكم بالهايبر باراميترز على مود احاول اقرب بين الاثنين الفاليديشن والهذا والتريننج. اذا اكو سؤال اوكي